عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، عن باقي الاندية المصرية، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة عايز اتكلم فيها يعني مشكلة جمهور الزمالك، انه صاحب ذاكرة السمك بينسى بسرعة. مشكلة جمهور الزمالك بعيدا عن جو المظلومية والمؤامرات، انهم جمهور طيبين قوي قوي وسهل اي حد يضحك عليهم بكلمتين. الاخ عمر جابر كان ظهر امبارح مع ابراهيم فايق في قناة ام بي سي 2، واتكلم في بعض التصريحات كده اللي حابب ارد عليها بالورقة والقلم. عمر جابر، انا كنت عايز اعيط وهو بيحكي عن صعوبة الكونفدرالية الافريقية، وقد ايه الزمالك واجه صعوبات كتير جدا، وقد ايه الزمالك يعني بطولة الكونفدرالية دي واحدة من اقوى واشرس البطولات. ابراهيم عمر جابر قال ان بطولة الكونفدرالية كانت صعبة، ومش زي البعض ما متصور ان البطولة سهلة. لا، احنا لعبنا ارتا سولار الاسباني، واجهنا ضغوطات كبيرة جدا، ودايما السيناريوهات بتبقى صعبة، لكن في النهاية قدرنا نتجاوز العقبات والصعوبات والبتنجانيات والمهلبيات، وقدرنا نحقق بطولة الكونفدرالية الافريقية. واحلى مباراة في تاريخنا عمرنا ما هننساها هي مباراة ارتا سولار بطل اسبانيا. احلى مباراة في حياتي لعبتها وعشتها هي مباراة ارتا سولار. يا جماعة، ده احنا عندنا لعيبة قسما بالله، جمهور الاهلي ده جبار. لعيبة النادي الاهلي بتكسب نهائي دورة ابطال افريقيا، وبتروح تلعب برونزية كاس عالم، وبتاخد برونزية كاس عالم، ما بنطلعش نحكي الحواديت دي. عمر جابر لاعب مركز شباب اسمه ارتا سولار الجيبوتي، عمره ما سجل جون في دوري ابطال افريقيا، سجل ثلاثة في الزمالك رايح جاي. ومع هذا لاعب كابتن نادي الزمالك بيقول لك احلى مباراه لعبتها في حياتي هي ارتا سولار. هو ده طموحه. يعني لو سالت مشجع الاهلي تفتكر ايه احلى مباراه لعبتها، يقول لك والله انا لعبت ماتشات كتير، لعبت قدام ريال مدريد، لعبت قدام بايرن ميونخ، لعبت قدام فلامينجو، لعبت قدام بالميراس البرازيلي، لعبت قدام الهلال، لعبت قدام فرق تقيله. تسال المشجع الزملكاوي ايه، يقول لك ارتا سولار يا باشا، مركز شباب ارتا سولار ورا محطة البنزين على طول جنب مصنع الكراسي. طيب ده التصريح الاول. التصريح الثاني قال لك منذ احترافي في بازل كنت راسم سيناريو العودة للزمالك، فريق اللي لعبت فيه لما كان عمري 5 سنين، وكنت واثق من الرجوع لفريق نادي الزمالك. بالمناسبة عمر جابر لما رجع من بازل ما رجعش الزمالك، وفضل بيراميدز بالرغم ان الزمالك فاوضه. الزمالك كان عايز يرجع عمر جابر، لكن عمر جابر فضل فلوس ومليارات او ملايين عفوا ودولارات نادي بيراميدز على حساب نادي الزمالك. حتى وقتها جمهور الزمالك هاجموا وانتقدوا وشتموه. كتب وقتها قال كلامكم مثل التراب ينداس عليه. التاريخ لا يغير مجراه، التاريخ لا يغير مساره يا أخ عمر جابر. تاريخك موجود، سوابقك أو تعاملاتك مع الجمهور موجودة. عمر جابر كان مندهش جدا، قال لك بيراميدز فريق مرعب، ودايما كنا بنسأل نفسنا سؤال، هو احنا ليه ما بنكسبش بطولة؟ يعني ليه بيراميدز ما بيكسبش بطولة؟ أعتقد أن البطولة ليها مقومات، مش كل حاجة فلوس. الفلوس تخليك تجيب لعيبة وتجيب مدرب وتجيب، لكن اهم مقوم لأي نادي ان شخصية البطل مش موجودة عند بيراميدز. الجماهيرية والشعبية الجارفة اللي تخلي اللعيبة تطلع اقصى ما لديها مش موجودة عند نادي بيراميدز. عشان كده بيراميدز عمره ما هيكسب بطولة. بيراميدز اخره يكسب كاس رابطة، كاس مصر، ما المولين العرب كسب كاس مصر وهو في الدرجة الثانية، لكن يكسب بطولة بحجم الدوري انسى. واتحدى اي حد ان بيراميدز يكسب الدوري السنة دي، اتحدى، عمره ما هيكسب الدوري. اخره يكسب كاس رابطة، كاس صداقة،
كاس الحب والمحبه، لكن يكسب بطوله دوري استحاله استحاله. في عيل قليل الادب مش متربي، ما عندوش بابا وماما يربوه، بيطلع على قناه تحت بير السلم اسمها الاحداث، هو بيلعب في نادي الطموح، كل يوم والتاني بيطلع في القناة بغرض انه يشتم ويقلل من احمد نبيل كوكا لاعب النادي الاهلي. ولد لو بصيت له استغفر الله العظيم يا رب، يعني تحس ان انت بتتكلم مع واحد شمام، تحس ان انت بتتكلم مع واحد سرسالي، وطالع يتكلم على واحد متربي زي احمد نبيل كوكا. انا مش عارف كوكا عمل فيه ايه عشان كل حلقة يطلع ويلبس شورت الزمالك يقول لك اهو انا بلبس شورت الزمالك، بالرغم ان هو بيلعب في نادي تاني يقول لك انا بلبس شورت نادي الزمالك. عايز اقول لك انت مالكش اي 30 لازمه، ورباط جزمه كوكا انضف منك. انا مش هغلط في اهلك لان اكيد ما عندكش اهل يربوك، واولاد الشوارع امثالك ما ينفعش يترد عليهم، لكن فين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام؟ سؤال، فين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام؟ فين ربطة الفجل والكرات والجرجير؟ فين؟ لما واحد زي ده شكله كده من أصحاب السوابق يطلع في كل يوم في البرنامج ويقعد يشتم على لاعب النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا ويتريق عليه وعامله مسخرة وبيمسخره كل شوية ومفيش أي رد فعل خالص. يا جماعة عرفونا، هل البرامج الرياضية النهاردة معمولة للبلطجة وقلة الأدب والترند؟ يعني واحد ابن شارع زي ده، ده ابن شارع بيطلع يتكلم بمنتهى البلطجة وقلة الأدب ومفيش أي رادع. هو الجماعة بتوع الشؤون القانونية في النادي الأهلي فين؟ يعني عندكم ناس بتطلع تشتم في الأهلي، عندكم ناس تطلع تقول الخطيب حرامي، عندكم ناس بتطلع تقول الأهلي بيكسب بالحكام ورشاوى الحكام، عندكم ناس بتطلع تشتم لعيبة الأهلي، عندكم ناس بتطلع تتنمر على مدربين الاهلي ولاعيبه الاهلي، ومع هذا مفيش اي محرك. والله ما في اي محرك. يعني الواد ده منظره قسما بالله سوابق، والله مش بقولها عشان خاطر اللعيبه، قسما بالله شكله سوابق وشكله برشامجي كمان. يعني لو ينفع اوريك الصوره كنت وريتها لكم. ليه احنا كنادي اهلي ساكتين على الاشكال الضاله دي؟ ما لازم العيال دي تتربى، لازم العيال دي تتربى، لان بيروجوا لاكاذيب ضد لعيبه النادي الاهلي واهانات وتجاوزات ضد لعيبه النادي الاهلي، لكن العيب مش عليهم، العيب على اللي ساكت، احنا اللي ساكتين، والعيب على المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. الزمالك ده زبون لقطه بجد بجد، اللي يلاقي دلع وما يدلعش حرام عليه. الزمالك العقد اللي اتسرب بتاع زياد كمال بتاع الزمالك ده يا جماعة ده يخش تحت طائلة القانون، ده إهدار مال عام. يعني بجد بجد والله العظيم أنا بنصح أي نادي روح اتعاقد مع الزمالك، لو أنت عايز تبيع لاعب روح بيعه للزمالك. الزمالك ده زبون لقطة، زبون. لو هتروح تبيع اللاعب للأهلي ب 10 قروش أنت ممكن تطلع من الزمالك ب 100 قرش. ب 100 قرش. زياد كمال لعيب تم اعارته لنادي الزمالك سنتين ونص، الست شهور دول هيتعملوا بخمسة مليون لإنبي، خلاص اتدفع. السنه الجايه السنه الاولى في الاعاره بقى بعد كده 10 مليون لإنبي اعاره، السنه الثانيه هيدفع الزمالك 15 مليون، يبقى كده وصل إنبي كام؟ 30 مليون. هل في بند تفعيل بند شراء؟ لا. إنبي من حقه يبيع اللاعب في اي وقت من غير ما يستاذن نادي الزمالك بالتليفون، ولد تعال امضي لنادي كذا، خلاص خلصت. والزمالك ياخد له نسبه 20% اول سنه 30% تاني سنه، لو هيتباع اول سنه يبقى 20% من البيعه لنادي الزمالك، لو تالت سنه 30% من البيعه لنادي الزمالك، والزمالك ملوش حق تقرير المصير. مش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحك، ما انا بقول لك زبون، انت عارف لما بيقع في ايدك زبون سقع ما بتسيبوش غير لما تمص دمه كله. الزمالك 100,000 دولار لو كسب الكونفدرالية، كسب 50,000 دولار لو كسب السوبر، ان شاء الله مش هيكسب.
3 مليون جنيه لو كسبوا الدوري، 5 مليون جنيه لو كسبوا الدوري، 3 مليون جنيه لو كسبوا الكاس، او مليون جنيه لو كسبوا الكاس. ايه ده؟ ده بتاع انبي ملبسكو يعني. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه؟ يعني اصحاب العقول في نعيم، بجد بجد اصحاب العقول في نعيم. عايز اقول تركي الشيخ بيفاجئ الجميع ويفاجئ نادي الزمالك. تركي الشيخ لما بيعوز يعمل حاجه بيعملها. تركي آل الشيخ لما بيعوز حاجه يعملها بيعملها. في مثل يقول لك لو جالك الغصب خده بالراحه او خده بالكيف. تركي الشيخ هيجيب الزمالك السعوديه غصب عن ادخن تخين، وكله بالقانون. تركي الشيخ كتب على صفحته الرسميه لكيب: الفيفا سيضع قانون يسمح بلعب جوله واحده من الدوري في اي دوله اخرى في انحاء العالم. يعني هجيبك هجيبك. ساعتها بقى لا حسين لبيب ولا احمد سالم ولا ادخن تخين في الزمالك هيقدر يرفع حاجب في تركي الشيخ. محدش فيهم هيقدر يعترض، محدش فيهم هيقدر يعترض. واللي حافظ فيكم المثل اللي انا قلته، لان انا عارف، انا متاكد ان انا قلته غلط: ان جالك ايه خده بايه بدل الغصب، حاجه زي كده يعني. فتركي الشيخ النهارده بيضرب مفك في اعصاب الزملكاويه على نار هاديه، وبيسويهم على نار هاديه، وهيجيبهم السعوديه تاني عشان يلعبوا ضد النادي الاهلي في مباراة الدوري المصري الممتاز. محمد شبانه النجم الكبير والاعلام القدير، تعليقا على الغاء الدوري ومطالبات احمد سليمان بالغاء الدوري، قال لك يجب الغاء الدوري من اجل منتخب مصر. ده احمد سليمان. رد محمد شبانه قال: ده اكيد جاي اهزر، انت جاي تهزر صح ولا جاي تعزي؟ لا انا جاي اهزر. قال لك لانه لو بيتكلم جد اول حد هيتضر هو نادي الزمالك. ليه بقى؟ ليه نادي الزمالك اول حد هيتضر؟ اول حد هيتضر لان الزمالك كده كده مش هيلحق يشارك في دوري الابطال، وهيلعب كونفدراليه تاني، بالرغم ان عنده فرصه الاربع ماتشات لو كسبهم وبيراميدز خسر ماتشين او تعادل وخسر ماتش يصعد الزمالك دوري ابطال. الحاجة التانية البث والرعاية، انت هتاخد نصهم وانت مش لاقي اصلا تدفع فلوس. يعني تخيل واحد عامل مثلا انا، خليها فيا انا مش لاقي اكل، مش لاقي اكل ومديون لطوب الارض، مستلف من جاري ده ومستلف من جاري ده ومستلف ومديون واخد شكوك من السوبر ماركت، والدنيا بصوا متخيط في كل حاجة. فجات لي شغلانه هرزق منها واقدر اسدد مديونياتي. فانا كواحد بقى مش لاقي اكل هروح اقول لصاحب الشغل: معلش يا باشا انا نص الشهر ده مش هشتغله، مش عايز، مش مجايبيه معايا الصراحه، لو ممكن تستناني الشهر الجاي انا تحت امرك، غير كده انا مش هشتغل تاني خلاص. طب يا ابني اشتغل كمل الشهر عشان تسد المديونيات اللي عليك وتعرف تجيب اكل تاكل مام. لا لا مش هقدر، لا مش عايز، ماليش نفس، انا اوت اوف مود يا ماما، مش هقدر. فنفس الحكايه نادي الزمالك، انت مديون لطوب الارض، الفلوس دي هتجيلك تساعدك تسد اي حاجه من المديونات اللي عليك. لا 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 انا اوت اوف مود خلاص، مش هقدر، مش هقدر العب يا ماما، مش هقدر مش هقدر. فنلغي الدوري عشان خاطر نادي الزمالك في الوقت اللي هو هيكون اكثر المتضررين من الغاء الدوري. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل اراكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.